السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشارك معكم دجاج محمر بالطريقة المغربية الأصيلة. عندنا الدجاج مغسول بالحامض وبسكنجبير ومنظف ومنشف، اللي يقدر يخليه حتى الليلة يبات فيه يكون أحسن. عندنا في العطرية عندنا الحامض مصير، عندنا سكنجبير، عندنا الخرقوم والبزار، السمن الحار والملح. وهنا عندنا الحامض مصير، انا غادي نخويه، واللي بغى يطحنو في الماكينه يطحنو. انا غادي ناخذ لي اللب تاعو بالمعلقه، وراس معلقه تاع الخرقوم، ونزيدو عليه الربيع والبصله وداكشي، غادي نسحرو ونزيدوه من بعد ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي ندير انا جوج معالق تاع البزار، لان عندي شويه دجاج كتير. غادي نزيد سكينجبير، الخرقوم، هاد الخرقوم مطحون، عالق مطحون. غادي ندير جوج معالق، نتوما على حسب الكميه تاع الدجاج اللي عندكم. غادي نزيد سكينجبير، حتى هو غادي ندير معلقه ولا جوج، لان يعني سكينجبير حتى هو كي الدجاج كيحتاج سكينجبير. والقرفه كتبقى اختياريه، اللي بغى يدير راس المعلقه تاع القرفه يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. القرفه كتعطي ذوق زوين للدجاج المحمر. الملحه ما غاديش نكثر، لان السمن حار مالح والحامض مصير مالح. ان شاء الله باذن الله غادي نشرمل هذا الدجاج، غادي نخوي شويه تاع الماء على هذا العطريه باش نخلطها جدو، ونرمد بشويه بشويه الدجاج، نحمره ونمدو بالعطريه مزيان، نغمرو بالعطريه مزيان. اللي خليتوه شويه تاع الوقت يكون احسن، ساعتين ولا ثلاثه ولا على حسب الوقت اللي عندكم. واللي مزروب يقدر يمرمدو في العطريه يدغمرو مزيان ويردو يطيب في البلاصه. فانا هنا ما درت لا ثومه لا والو، درت غير العطريه، لان الثومه والبصله غادي نديرهم في الطنجره. حتى انا هاد الدجاج غادي نخليه يضل يشرب في العطريه، غادي ندير ليه غير العطريه دابا ونخليه. فكتشوفوا انا ما درتش الثومه هنا وما درت حتى شي حاجه لا ثومه لا ربيع، غادي نديرهم من بعد. نخلي غير العطريه ندخلها فيه مزيان، حلو لي الجناب من الصدر من الداخل، ندغمرو مزيان بهاد العطريه ونحطو يرتاح. خليه على حسب الوقت اللي عندكم، ساعتين ثلاثه، المهم يتحم باش تدخل فيه العطريه مزيان، لان حنا كنعرفو الدجاج قد ما شرب العطريه قد ما كيجي مزيان. حنا هاد الدجاج عندنا هنا ديجا مقطعين ليه الوسط تاعو، فانا غادي نحزمهم غير بالخيط. والناس ديال المغرب ولا الناس خارج المغرب، يعني على حسب الدجاج اللي كتاخذوا، اللي ما عندوش الدجاج مدفون من محزوم من الوسط تاعو، دير ليه غير الخيط، يدير جوج خيوطه، دير اللي يطوي على جوج ويحزم به الرجلين. يحزم ليهم رجليهم، ومن يبغي يقدمهم في من يتحمروا ويتالي ومن تخرجهم من الفران وتحمروهم وتقدموهم في الطبق، تقطعوا دوك الخيط وتحيدوه وتقدموهم بالصحه والراحه. انا شاركت معكم طريقتي، ونتمنى الله تعجبكم وتشاركوها مع الاهل والاحباب ديالكم. ونخليكم مع تتمات الفيديو. دابا بعد ما شرملت دغمرت الدجاج كله بالعطريه، غادي نحطو، انا غادي نخليه يضل حتى يشرب هذيك العطريه كلها. ومن بعد غادي نوجد نشرمل، نقطع البصله شرائح طريفات صغار، غادي نقطع البصله والربيع والثومه، غادي نديرهم في الطنجره ونزيد معاهم العطريه، نزيد شويه البزار والخرقوم والسكنجبير، نزيد فيهم العطريه ونزيد الجنيوحات، ونردهم فوق البطاء. ونصيحه لينا وليكم، باش يطيب الدجاج بلا ما نقلبوه بلا حتى شي حاجه، غير نغطيه ونخليه واحد شويه الطنجره مبرمه، واحد شويه مبرمه القفاله، باش بلا ما تبقاي تقلبي فيه، غير تشديه من العنق ديالو تلقاه يطاب. وهذه هي التغميره الاخيره، يعني من بعد ما طيبت الدجاج حيت درته في الفران يتحمر، بقات لي التغميره هذه. انا زدت فيها شويه الكبده وزدت فيها الزيتون، وتقدم بالصحه والراحه، والسلام عليكم.